عن بني كيما لا تدي الا الشخصيات المختلفه والحميده القدري استاذه ومربي بمدرسه عمر بن الخطاب كره القدم والسيد اناس مرابطه رئيس اللجنه التنظيميه تنظيم هذا الحفل التكريم انتهى والان يقدم السيد محمد الشرقاوي بن تكريمه من الساده الحميده القدري كما قلت الاستاذه والمربي كما يقدم الاستاذ يوسف الجنون رئيس حفله السيده البحري جوائز تذكاريه للسيدات صاحبات وزينه لفلف تصفيقات تصفيقات سيدي محمد الشرقاوي والمستقبل كما قلت هذه البلدية تؤكد أن الاتحاد طنجة من أجل تحقيق المرتبة كما قلت الهدية العظمى والجائزة الكبرى عبر الديار المقدسة لزيارة قبر النبي محمد عليه السلام تصفيقات حرة تصفيقات حرة وبالتأكيد فقط تأكيد هذا التشجيع أثناء مباراة حسان جان يبقى ويلمي تبدا نشكركم لهدف ديالنا وهدف الجميع هو الدعم مبروك عليكم مساندة وتشجيع للناس الحاصلة انا شرعيات كنقرا في ثانيه باك علوم فيزيائيه في سي واحد مدرسه دعاء الفاس كنا كنتفرجوا عادي ديك الساعه التصويره ديالي انتشرت كما قلت لك وشاف الرئيس وديك الساعه قلت له راه الرئيس هي كرمنا قالت لي صافي واخا ديك الساعه نمشي ان شاء الله واليوم انت كتشوف يعني حتى انا المفاجاه اللي عمل لي محمد شرقاوي مزيونه بزاف وشكرا لك حتى طنجة راه في قلبي يعني كنبغيها بزاف حتى طنجة بالنسبة لي هو العشق هو الفريق الأول ديالي كنتمنى إن شاء الله ندوم له البقاء. كنت متوقعة العمرة؟ لا ما كنت متوقعة لا والو. كنت صراحة متوقعة فلوس ولا شي حاجة حيت الرئيس يعني يقدر يعطيها كادو ولكن عمرة راه بزاف. باش قسمتي ديك الساعة؟ أنا الفرحة ما قدرتش ما قدرت نعمل والو غير بكاء. شنو الشعور لك بعد ما كنت الرئيس؟ الشعور لا يوصف صراحة كل شيء ناقص. رئيس يعني رئيس الفريق كرمك راه شي حاجه مزيانه بزاف تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.